الفيلم ديالنا كيبدا مع واحد المذيعه اللي سميتها انجيلا، وجات هنايا المقر ديال رجال الاطفاء باش دير معاهم واحد الروبورتاج في الخدمه ديالهم اللي كيديروا بالليل، ودخلت لداخل وتصورت مع رجال الاطفاء وحتى المسؤول ديالهم، وتعرفت على الماتريال اللي كيستعملوا في الخدمه ديالهم، وشرح ليها جاي باللي عندهم كل شيء في هذه البلاصه، وباللي عندهم حتى الكليب فين كيلعبوا الرياضه. وانجيلا عجبها بزاف داكشي كاع اللي شافت تما كاينه، وفي الليل ديك السفاره ديال الانذار خدمات، وهذا الشيء كيعني بلي هما عندهم خدمه جديده. داكشي علاش هما كاملين غامشيو تما، وحتى انجيلا مشات معاهم وحتى المصور اللي كان معاها باش يديروا تما الروبورتاج. وصلوا لواحد العماره اللي كانت قديمه بزاف، وقال لهم مول العماره بلي سمع واحد الغوات ديال واحد السيده اللي كانت كبيره في السن وكانت كتغوت بجد، وهي في الطبق الثاني. وطلعوا تما وهرسوا عليها الباب هما والبوليس، ولقاو ديك المراه الكبيره عامره بالدم وكيحاولوا يهدنوها. واحد شويه هي تهجم عليهم وعضات واحد البوليسي، ولكن الاخرين حاولوا باش يشدوها، وهزوا داك البوليسي اللي تعض باش يديوه للسبيطار. ولكن ملي هبطوا لتحت لقاو الباب ديال العماره مسدود وما بغاش يتحل لهم. واحد شويه هما يبان لهم واحد الراجل ديال الاطفاء اللي طاح من الفوق، وكلهم تخلعوا وكانوا كيقلبوا على شي طبيب بيناتهم من دوك الناس اللي في العماره باش يعاون دوك الناس اللي تصابوا. وسمعوا الغوات من الفوق، وانجيلا والمصور اللي معاها طلعوا باش يشوفوا شنو كاين، وبنت لهم عاوتاني ديك المراه الكبيره اللي كان فمها عامر بالدم وبغات تهجم عليهم، ولكن البوليسي تيرا فيها. وانجيلا تصدمات بزاف من هادشي اللي كتشوف قدامها، ومشاو دقوا على البارطمات اللي كاينين تما باش موليهم يتجمعوا لتحت. ودخلوا عند واحد السيده اللي كانت خايفه بزاف وكترعد وكانت كتفرج في التلفازه، وشي حاجه غريبه خرجت لها من فمها، وعاونوها حتى نضت. وكانت ديك السيده كتقيه، وهبطوها معاهم لتحت، وكانوا كيحاولوا باش يخرجوا من تما، ولكن لقاو بلي البوليس محاصرينهم من كل بلاصه وما خلاوهمش يخرجوا. وكانوا كيسمعوا داك البوليس كيهضروا عليهم وباللي عندهم لداخل تهديد نووي كيميائي، وكانوا خايفين بزاف لا توقع لهم شي حاجه. ومول العماره قال لهم بلي كاين واحد الشرج من الداخل يقدروا يهربوا منه. وملي وصلوا لتما لقاو البوليس واقف قدامهم وهددوهم باش ما يقربوش لذاك الشرجم، وباللي ما خصهمش يخرجوا من تما دابا. وهما تعصبوا بزاف من هذا الشيء اللي طاري حيت ما فاهمينش شنو كيطرى معاهم. من بعد نزلوا كاملين وتجمعوا لتحت، وانجيلا كانت كتصور كاع داك الشيء اللي طرى باش تدوز داك الشيء مباشره، ولكن هما قطعوا عليهم الارسال ديال التلفزه وحيدوا لهم حتى الريزو في التليفونات. ومن بين دوك الناس اللي في العماره كان واحد الطبيب بيطاري هو اللي كيعاون دوك اللي مصابين، وكان كيداوي دوك الناس اللي تجرحوا. وداك الطبيب لاحظ باللي كاع دوك الناس اللي تصابوا كيعانيو من الاعراض ديال مرض الصرع، واستغرب بزاف حيت هذا الشيء بان فيهم بواحد السرعه كبيره، حيت هاد الاعراض كتعطل وما كتبان حتى كيدوز 3 شهور. وحاول باش يلقى تفسير لهذا الشيء، وقال لهم بلي هذا المرض كينتشر دغيا الا تحدى شي واحد بداك الدم اللي ملوث ديال شي واحد مجروح، ولا كيجي عن طريق اللعاب. وقال لهم الا مشاو تبانوا هاد الاعراض راه ما كيكونش العلاج نهائيا، والمصير ديال داك الشخص اللي مريض كيكون هو الموت. واحد شويه هما يشوفوا واحد من دوك الناس اللي تعادى وكانت رجله مهرسه وكيتمشى عليها، ومشاو دغيا دقوا ليه واحد البرا باش يبقى ناعس. من بعد هبطوا عندهم واحد جوج الناس اللي كانوا من سكان العماره، وقالوا لهم بلي التلفزه ديالهم شدات واحد الاذاعه وبلي هما كيهضروا على هاد الشيء، وعيطوا عليهم باش يشوفوا بعينيهم. وملي طلعوا تما الفوق لقاو واحد الكلب اللي كان عنده نفس الاعراض. واحد الراجل كان ساكن تما كاينه وبغى يدخل السانسور، ولكن داك الكلب هجم عليه وقتلو. وهما ملي شافوا هاد الشيء دغيا دخلوا ديك البارتما وسدوا عليهم الباب، وكانوا كيضربوا مع ديك التلفازه باش تخدم ليهم. ولقاو بلي البوليس كانوا كيهضروا مع الصحافه، وقال ليهم بلي هما خرجوا كاع دوك الناس اللي كانوا في العماره. واحد شويه هو يتقطع عليهم الضو، لقاو واحد السيده اللي تعادات بداك الفيروس وهجمات عليهم، وداك المصور اللي مع انجيلا بقى كيضربها بديك الكاميرا حتى ماتت. من بعد مسح الكاميرا ديالو من داك الدم، وكان معصب بزاف من هادشي كاع اللي كيطرى. واحد البوليسي قال ليهم بلي غيجي عندهم واحد جروب اللي كيفحص في الامراض، وبلي غيديروا ليهم التحاليل كاملين، ومن بعد داكشي غيخليهم يخرجوا من تما. واحد شويه داك الجروب ديال الاطباء وصل ودخلوا باش يبداو التحاليل دوك الناس اللي تعادوا. وانجيلا وداك المصور اللي معاها حاولوا يتخباو في واحد البلاصه باش يصوروهم، وكانوا كياخذوا واحد العينه من الراس ديال واحد الراجل اللي تعادى بداك الفيروس. واحد شويه هما يشوفوا داك الراجل اللي ناض وهجم على واحد فيهم، وخرجوا دغيا من داك البيت وسدوا الباب وخلاو داك الطبيب البيطار حاصل تما. واحد شويه هما يشوفوا الباب اللي ترش كاع بالدم، وعرفوا باللي هو اللي كان الضحيه، وبقاو كيغوتوا على دوك الجوج اللي دخلوا يديروا التحاليل لذاك الراجل، وبزوا عليهم باش يعرفوا اشنو كيطرى. من بعد عاودوا ليهم باللي واحد الراجل جاب معاه واحد الكلب اللي كانت عليه شي اعراض في شي شكل، وبدا داك الكلب كيعض كاع دوك الكلاب اللي في دوك المنطقه، ودوك الكلاب اللي تعضوا لصق فيهم داك الفيروس، ولاو حتى هما كيهجموا اي واحد. ملي كانوا كيهضروا جات واحد الام اللي كانت هزه معاها بنتها، وطلبوا منها باش يديروا ليها التحاليل هي وبنتها، ولكن هي ما بغاتش. واحد شويه كنشوفوا ديك البنت اللي تبدلات ولات متوحشه، ومشات عضات ماماها ونزلات من حجر امها وهربات. وهنا يعرفوا بلي داك الكلب نشر داك الفيروس في كل بلاصه بداك اللعاب ديال فمو،
ومشاو كاملين كيقلبوا على داك البنس باش يشدوها، وعلى غفله هجمت على واحد البوليسي اعضاته، والاخرين هربوا وطلعوا الفوق، ودوك الناس كاع اللي كاينين تما وتصابوا بداك الفيروس تحولوا ولاو بحال الوحوش، وكل شيء كيهجم في شيء وهجموا على الناس اللي تما، ولكن قدروا يهربوا ودخلوا لواحد البارتما وسدوا الباب. لقاو واحد السيده سميتها ساندي كتسيل بالدم، واحد منهم حل داك الشرجن باش يهرب من تما، ولكن لقى قدامه البوليس اللي تاراو فيه وما خلاوهمش يخرجوا. وداك الطبيب اللي تعظم اللي كان كيدير التحاليل حتى هو تحول ولا بحال الوحش، ولا كيهجم على الناس وكيعضم وكياكلهم، وحتى سادي حتى هي تحولات وهجمات عليهم. وانجيلا حاولت دغيا تخرج من تما هي وداك المصور داك الراجل ديال الاطفاء، وباغين يخرجوا من تما دغيا ويهربوا، حيت الاخرين اللي تعادوا باغين يهجموا عليهم، ومشاو كيجريو لواحد البيرو باش ياخذوا منه السوارت. وكان داك الراجل ديال الاطفاء كيضرب كل واحد هجم عليهم وكيقتلهم في البلاصه. وانجيلا لقات السوارت، وملي كانوا خارجين من داك البيرو واحد من دوك الناس اللي فيه الفيروس هجم على داك الراجل ديال الاطفاء وعضو، وانجيلا والمصور اللي معها ضربوها بجريه ودخلوا لواحد البلاصه اللي فيها بزاف ديال القفوصه فيهم طبات. لقاو تما بزاف ديال الطرفات الجرائد اللي ملصقين في الحيط، اللي كانوا كيهضروا على حاجه واحده هي الفيروس والموت. واحد شويه هي تحل لواحد البلاصه اللي كانت في السقف، بغا يطلع داك المصور تما يشوف شنو كاين، وهو يلقى واحد اللي كان مجروح في وجهه وهجم عليه وخسر ليه الضوء ديال الكاميرا. حاول داك المصور هو وانجيلا يخرج من تما بلا ما يديروا حتى شي صوت، لكن داك الراجل اللي فيه الفيروس هجم على المصور وقتلو. انجيلا ما بقى كيبان ليها والو في داك الظلام، وقدرات تلقى ديك الكاميرا اللي كانت مليوحه في الارض، وملي شافت فيها لقات داك الراجل كياكل في المصور، وتخلعات من داكشي اللي شافت ودارت واحد الصوت بالغلط، ودغيا داك الراجل اللي مريض هجم عليها وجرها حتى هي وقتلها. الى عجبكم الفيديو وبغيتونا نستمروا شاركوا في القناه وديروا لايك باش يوصلكم كل جديد، وشكرا.